وقت الجزء الثالث من لعبة Never Alone. احنا دلوقتي هربنا من الارواح الشريرة. هنط هنا عشان دي بتقع. نط كده. هكذا نطلع فوق هنا. انت هدي وانت ركزي معاه. ونط كده. اوبا. اوكي. اوكي. ايه ده؟ اوكي. تعال انت هنا. على هادي. تبقى اجري بقى كده ونط هنا. ركزوا بقى ابوس ايديكوا. لا 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 لا. لا 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 لا. اوبا. راح فين يا فوكس؟ يا ربي عليك يا لعبة. يلا بقى يا عم انت. بسرعة فوكس. ما اعرفش ليه منطوش يحموا نفسهم هنا بس اوكي. ركز عشان تقريبا احتمال اضطر انط. طيب الحمد لله. لا 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 لا. غباء غباء. طيب بقول لك ايه، هو انت تعرف تنط لوحدك ولا لازم انا اللي اجي امسكك من ايدك؟ القرف. ها تعرف تنط كده؟ هو انا ليه الروح دي ما انقذتنيش المره دي؟ مش فاهم. اوكي يلا فوكس انت، انا هسيبك انت تقوم بالليله. شكرا. انا هنط هنا بعدها هنط هنا. استناك تروح لغايه هناك بعدها هنط هنا. نط انت بقى لوحدك. شطور. اتحرك بقى. هي فوكسي نو. حاول تمشي وتجري. طيب طب انا ليه مش ببص له؟ ايه ده يا ابن الكلب؟ طب ايه يعمل ايه؟ طيب طب اعمل ايه طيب؟ معرفش ليه اللودنج طول قوي كده في الحتة دي. ملهاش اي معنى. ايه ده؟ ما خسرناش. ايه لعبة كده؟ طيب معقولة بتاع الفوكس مات؟ اصحى 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 فوكس 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 فوكس
هي بتعمل ايه؟ تدفنه؟ انا اسفة، انا اسفة ان انا قتلتك، انا اسفة ان انا تسبق. ايه ده؟ ايه دي نومي؟ ايه ده اللي بيحصل لك يا بوكس؟ انت ليه بقيت دبدوب؟ انت ليه بقيت؟ ايه ده؟ انت بني ادم؟ انت ولد؟ ولد بيطير؟ ولد بيطير وسامني ومشي؟ لا. ايه ده؟ يعني لا خلاص هبقى كده؟ شت اتزنقت ولا ايه؟ اه ماشي. طيب. تعالي ورايا يا بت. لا انت كده مبطئاني. ايه الهبل ده بقى؟ كل انا خليكو نباكت نرمت تقريبا نام خنيقتت كاي خانوت تقفق نقتل عاني شولي إكا يوي روات نيب خدشت اعمل ايه طيب دلوقتي؟ ولا اجيب دي كده؟ تعالي كده، تعال تعال. مسخرة يا فيستي والله. طيب ننزل انزلي بقى. طبعا المفروض فوكس ده بقى ما يتأثرش خالص. انت بروح امك بتتحرك ليه طيب؟ يا فوكس ارحم اللي خلفوني، خليك هنا. دين امي. طب الكنترولز ايه؟ يعني فين الكنترول؟ جيم مود سنجل بلاير اوبشنز سيتنجز. لا انبوت سيتنجز اوبشنز سيتنجز انبوت سيتنجز. لا اوبشنز سيتنجز كنترولز. ايوه سويتش انسايت انتراكت بولا بريس. طيب لو انا عملت كده انا قلت يمكن لو انا دوست على زرار بريس الاخ يفهم ان هو المفروض يستنى في مكانه ما يتحركش من مكانه يعني، بس واضح ان هو غبي. ايه ده ليه يعني؟ ممكن انت تفضل هنا بروح امك يا عم؟ خليك هنا يا عم، جاتك القرف في شكلك غبي فشخ. يعني انا جاي اركن ارواح. ماشي كسري بقى انتي اخيرا. يوهو نعمل بتاع تاني. فين المرة دي الروح الشرير اللي احنا عايزين نتحرك بيها؟ ولا انا عايز انط ده كله كده؟ على الأقل جبنا تشيك بوينت بقى. The park to the inuit salap kehutin pakalagat deriganak sule ikayo kulo nibe aksi agarwalo igilagan ngani. Eh eh
يلا مش مشكلة الحمد لله. نعمل معرفش ليه نطت يا جماعة، ما عملتش اي حاجة تخليها تنط، يعني ما دوستش على اي زرار غير الماوس باتن. فعلا اللعبة ابتدت تعصبني بزيادة. تعالي يوه. اه الحمد لله مش هضطر استنى الويند و استنى الاخ ده يستناني. ايه مش تعالي كده بس كفاية أوي. مش عارف ليه لازم انتراكت معاها، مع اني لما كنت انا الولف قصدي الفوكس ما كنتش مضطر اعمل اي حاجة. جاهز جاهز قصدي نطي. يا دين امي. لا بدي اجيب لي العصبي بس بقى والنبي بقى حرام عليكم بقى. فعلا اغبى حاجه ممكن اي حد يعملها انه يلعب اللعبه دي بكيبورد، مهما كان فاكر نفسه جامد فشخ في استخدام الكنترولرز. اللعبه دي مش لعبه كيبوردات خالص عشان حاجه زي كده. شويه وهدخل في الريج بس بقى اثبتي بروح امك بقى. انت اعمل كده يعني. بصوا انا نشنت بكل حاجه ما عدا اديله البوله بقى وخلصينا بقى منها ومن شرارها. يلا بقى. حرام عليكم. الحمد لله. خليك انت هنا بقى، انت تعالى كده عادي. خليك يا غانك ما تتحركيش، وانت تعالى كده كده. انت بقى ايه؟ ايوه ها بس هات انت بقى بتاعتي كده. ايه ده وانا جبت ايه امتى؟ ماشي اوكي مش مشكلة. انزلي بقى هنا بس اثبتي. اعتقد دي اسهل تنشينة في اللعب. اقسم بالله اوحش كنترولز شفتها في حياتي. اخيرا القرف. تعال الحمد لله. بصوا كان رايح فين الحيوان؟ يعني كان هيودينا في 60 داهية. نط بقى كده. ايوه شطورة. انزلي بقى تحت. أخيرا. ماشي مش مشكلة. ما يضرش عادي عادي. تعالي. معرفش ازاي البنت دي. بنت ما بتتأثرش بالهواء غير لو أنا بتحكم بيها يا جماعة. ده قمة الإعجاز العلمي.
مش فاهم هو بيحاول يعمل ايه. الحمد لله عدينا الحتة دي الحمد لله. ماشي وانا كده قاعد على الشجرة ولا مش بقولك ينط كده خبيث عادي عادي ما هو على الشاطر. يلا حبيبتي يلا يلا نون يلا يوتي يلا 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 ايوه يلا يا اختي يلا شطور. سوري بقى تعالي كويس. واسحي يا شجرة. طيب نط انتي هنا عشان هو واضح ان انتي مش هتعرفي تتحكمي في نفسك لسبب ما. اوبا تعالي ماشي تعال انت خلاص كده راضي عن نفسك يعني. احنا ليه اصلا محتاجين البتاع دي؟ هو في ايه هنا مش شايفه انا يعني؟ يعني في ايه هنا في المكان ممكن يكون الواحد مضطر يروح له؟ بعدين يا لعبة قذرة ما جابتش بتاع. ماشي طب انتي ايه ما بتحركيش ليه؟ طب ما ممكن يكون ده الفكرة. تعالي كده ايه ما تيجي. انا رحت يعني اللعبه كانت عجباني فشخ دلوقتي اللعبه مضايقاني فشخ. انتوا مش متخيلين انا حاسس بايه تجاه اللعبه دي. يعني مش عارف ليه بتاع مش عايز تمشي ورايا دلوقتي. الفكره ان الكنترولز بتشتغل في لحظه ولحظه تانية خلاص ما فيش كنترولز. كنترولز يعني ايه كنترولز اصلا؟ اخيرا ماشي نشم بقى كويس بقى وحبا اخيرا. تعالي اخيرا كده الشجره كلها بقت صحيه وهتمشي معانا ولا ايه؟ اه طبعا يعني ده العادي. يلا يلا يا شجره. هلا بشكر. يلا يا شجرة بس كده هي دي الحبة اللي هنمشيهم مع الشجرة؟ ولا في تكملة ولا ايه؟ شجرة 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 يا شجرة. الشجرة دي عبيطة ولا ايه؟ ما تستنى يعني في ايه بتجري ليه؟ يا الهي يا الله يا نيسان. انا هرمي كده وخلاص. ماشي 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 اوكي. بعد كده انت بقى ايه تعالي بقى كده كده تعالي كده بعد كده نشيني انت كده
الحمد لله. قعدك القرف انت وهي. كنتوا عاجبيني الاول وكيوت، دلوقتي غبائكم ضايقني. يا حبيبتي انا منشن كده يا حبيبتي، ركزي معايا بقى. اوبا انا هرمي شوية حاجات احتياطية. ايه 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 بتعمل ايه بتعمل ايه؟ في حاجة بتقولي ان انا ما كانش المفروض اعمل كده. هنبدأ من فين طيب؟ ايه ده ايه ده، ليه انا تحت كده؟ كانت فوق، كانت كده. ماشي يلا، بقولك يلا يلا فعلا. طيب نيجي هنا نجيب دي. طيب الحمد لله. يوه زيت الشجرة دي، انا نجهز البتاع دي. يعني كان ممكن انزل الزفتة دي وهو عشان غبي ما ورانيش. اعمل فيك ايه يا ابن اللذينة؟ اوكي انا عايز اسبقك بقى وانزلها لك تحت شوية. عايز اسبقها يا عمي والنبي اهو. ننزل دي بقى تحت شوية. هوبا فوق شوية. تعالش فوق شوية بقى، بعد كده نرجع نجري ننط. عشان اضمن بس ان انا مش هموت بنزلها. اوف هوبا بسرعة. اخيرا خلصنا من الشجرة اظن، يعني ما اظنش كده في شجرة تاني. في جزع بس. طب ايه يا عمي؟ يلا بقى. عاش نونة. اهو ابن اللذين اهو اللي قتل الفوكس بتاعنا. ايه ده هو في ايه؟ اجري. يلا بسرعه.
بسرعة 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 هوبا يلا يا نونة شطور يلا 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 You can do it You can do it Shit يعني كنا نعمل كل بتاع في جارية واحدة يعني كانت تبقى حلوة فشخ بس مش مشكلة مش مشكلة مش مشكلة مش مشكلة احنا ممكن ننط هنا لكن يجي هنا تعال بسرعة 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 وبعدين نعمل كده غباء مني غباء مني فشخ شت انا اسف انا اسف جدا يا جماعة اوكي لازم نركز تعال ماشي نعمل كده هات بقى عندنا بسرعة 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 أخيرا المفروض بقى يموت بقى من المية بقى عشان هو نار ولا ايه ولا عايش ولا ميت ولا ايه اللي حصل using everything they had learned ايه ده خلاص هزمناه اب نخلوم تبرا انيوشيا يشخلجق اوبا دي كانت النهاية بالنسبة له لكن لسه بدري علينا احنا تقريبا اعتقد يعني مش عارف بومة تعالوا نشوف كده احنا فاتحين ايه بالبومة في واحدة ناقصة واحدة بس تقريبا فاتنا واحدة بس Not bad. Not bad. Hey, خلصنا chapter. He approached this spot and saw that for some reason the blizzard seemed hanging from a small mesh. طب هو بالنسبة للسبيريت ليه متضايقة ولا ليه خايفة من شوية والله دايس كنترول يا جماعة برضو غريبة يلا بقى حاسه هيبقى كائن ماجيكال فشخ عمال يتنفس يعني هو كده بياخد نفس ان نفس اوت اوبا يلا شفتوا؟ ايه ده لا ولا انا غلطان ولا ايه؟ صح غلط صح غلط صح غلط غلط صح ايه ده حاجة تانية مش فاهم ايه اللي بيحصل يعني البنت لقت راجل عملاق
اوبا سوري مايكروفون كان بيستخدم فاس عشان يكسر التلج ويفضيه وبعدها كان بيستخدم جاروف عشان يشيله من الارض وده كان السبب اعتقد في اللي بيحصل ده كله كل مرة كان بيعمل كده شوية رياح كانوا بيخلوا التلج يطير واللي كان بيخلي العاصفة الثلجية هي اللي تيجي من هناك لهنا في اتجاه قرية البنت الصغيرة كان عندها دلوقتي مصدر العاصفة يعني كانت عارفة المصدر بس كده خلاص ماشي اوكي اوبا يلا عشان نروح ننقذ الراجل انه كده عيب طيب يعني دلوقتي الادفنتشر بتاعتنا تبقى عبارة عن ان احنا عايزين نطلع فوق خالص تعال طب ما تخلوا فيها اوتو ايم طيب يا جماعة يعني كان هيحصل ايه لو فيها اوتو ايم بسرعه لفوق 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 اوبا انا ناسي طيب بقول لكم ايه احنا هننهي الفيديو ده هنا وهنكمل في الفيديو اللي بعديه فانا هوقف هنا بوز هشوفكم الفيديو الجاي وسلام